ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: معاكم لما أصغر العنقود، أكبر مني 6 أخوات وثلاث أولاد ما شاء الله، الكل يتكلم عننا الصغير والكبير، جمال ودين وخلق، سوق أنا ماشي، أخواتي من الثانوي ينخطبون، وفي اللي منهم تزوجت وكملت الدراسة، واللي تطول منهم تتزوج بعد التخرج. أنا كنت الأجمل فيهم ومحط أنظار الجميع، تخرجت ممتاز مع مرتبة الشرف لغات وترجمة، وجلست بعد التخرج 2 سنين. إحنا مجتمعنا وأهلي مرة محافظين، وحقيقة حتى أخواتي مستغربين، يعني الكل يشهد بجمالي، الحمد لله كاملة والكامل الله، لكن ما حد طق باب أهلي، وبدأوا أهلي دايما يتناقشون وأمي تدعي لي. صرت حساسة من هذا الموضوع. في يوم من الأيام دقت علي صديقتي وهي عزيزة علي مرة، وكمان من جماعتنا، يعني معرفة وقرابة من بعيد وصديقة دراسة. عاد قالت أخو زوجي يدور عروس، وعاد أنا دليتهم عليك، هو موظف في الشرقية وكويس وهادي مرة ومحترم ولا عنده شروط. الصدق ما أخفيكم، فرحت مرة لأني أشوف صديقتي يوم تصور حياتها وكيف زوجها رومانسي وطيب وذوق. دايم صديقتي تصور وجه زوجها، بصراحة مرة جميل، والهدايا اللي يجيبها لها، وحسيت إنها فرصتي. والحمد لله ما طولوا كم يوم وخطبوني، وكانوا مستعجلين، سألوا عنه أهلي وطلع زين، ولا أحد قد سمع عنه شيء، والكل مدحه. وجاء يوم النظرة وانبسطت حيل، طلع أزين حتى من أخوه. تكلفت مرة في الملكة وسويت لنا طاولة وجبت مصورة، بس عيبه إنه كان خجول لدرجة نرفز وساكت على الصامت، بس قلت طبيعي أول مرة. وبعدها أنا أخذت رقمه وكلمته وراسلته، كان مبسوط لكن للأسف كلمة ورد غطاها، وتضيع المكالمة على كم كلمة أسحبها منه وهو متحفظ ورسمي. طبعا أنا حاولت أقوي علاقتنا في الملكة لكن للأسف ما عرفت، وبطلت من ثالث مكالمة. تحدد موعد الزواج وتزوجت وكنت ملكة جمال وأشوف الفرحة في عيونه والحب، بس ما يتكلم ولا يعبر عن مشاعره. سافرنا بعد الزواج بأسبوع لدولة من دول شرق آسيا، وكان الجو وقتها خرافي، لكن ما زلت أعاني من خجل وكلامه المحدود. رجعنا من السفر وكملنا أثاث بيتنا واستقرينا والحمد لله. الصدق مو قاصر علي شيء، لو أطلب عيونه أعطاني، لكنه إنسان هادي وبيتوتي، يبغى نجلس مع بعض طوال اليوم وأطبخ كل الوجبات، وما يحب أطلع للجيران ولا أتعرف على أحد. أنا من النوع الدلوع وأبيه هو يبدأ بالدلع، هو يبدأ يهديني ويشيل هم مناسباتي، لكن ما عنده أبدا خبرة، شخص بارد وهادئ مسالم لدرجة نرفز. حملت من أول 6 أشهر والحمد لله تيسر حملي وولادتي وجبت بنت زي القمر. حسيت ما رجعت للدنيا والناس إلا بعد ما ولدت في بيت أهلي، لكن ما طولت فرحتي، كل يوم يدق عشان أروح معه بيته. يا الله خلصت 3 أسابيع ورجعت بيتي، الصدق كان شايلني أنا وبنتي من على الأرض شيل، ويهتم معي فيها وأنام وأتركها معه، بس ولا فكر يهديني بمناسبة ولادتي ولا حتى بعد 40. انصدمت وبدأت أكرهه، أتحسر داخلي يوم أشوف سنابات صديقتي اللي ماخذة أخوه وكيف محتفل فيها ومدلعها. أنا شخصية فيني كبرياء، استحالة أدور اهتمام أو حتى أقول لزوجي شي في خاطري. قررت أتماشى مع هذه الحياة اللي ما حبيتها، ومع الشخص اللي يوم بعد يوم تنفرض علي فكرة إنه مو زوج أحلامي. قررت أعيش معاه عشان بنتي، خصوصا إني حملت بالطفل الثاني بعد ما صار عمر بنتي 6 أشهر، ورزقني الله بولد، وبدأت أنشغل فيهم مرة. نسيت موضوع الحب والاهتمام والرومانسية، ولا عاد اهتم حتى في نفسي لا لبس ولا اناقة، وبدأ وزني يرتفع واخسر جمالي. انغمست مع اطفالي وصار بيني وبين زوجي فجوة، رغم اني واثقة انه يعشقني ولا يعيش بدوني، بس انه ما عنده اسلوب في التعبير ولا رقة المشاعر واللسان المعسول، وانا صديت عنه وصرت اتعامل معه بجفة وتطنيش. كبروا عيالي وعشان ما بينهم الا فترة بسيطة ارتحت، سنهم متقارب ويسلون بعض، خصوصا انه دوام زوجي من 1 الظهر الى 9 الليل، يعني طلعات الليل والتماشي الزينة نسيناها، والنهار شمس وحر، هو قاعد في البيت رافض حتى اتعرف على الجيران، عنده افكار سلبية عن الناس ويخاف على عياله مرة. انا وصلت مرحلة ما عاد اقدر اتحمله، وصلوا عيالي لسن مناسب للروضة، تخيلوا رفض يدخلهم خوف عليهم، يقول ما في داعي يمكن يطيحون او يصير لهم شيء. حاولت اقنعه انه بداوم معاهم وهو بيوديهم ويجيبهم، لكن كان كأنه صخرة رافض التغيير. بدأت أراجع نفسي في هذا الزواج وحاسة إني كثيرة عليه، في أقل مني جمال وأقل مني ذوق وخلق وسنع وعايشات في رفاهية،
شلت عيالي ورحت لأهلي وحضرته من جوالي وعلمت أهلي بكل الموضوع وبصبري كل هذه السنوات، ودقيت على أمه وأبوه وعلمتهم بكل ما في خاطري وتسامحت منهم وقلت أنا بطلب طلاقي، ما عندي أي استطاعة أتحمل الوحدة والانطواء هذه أكثر. جلست شهر وما بين محاولات أهله وهو والصدق إني أحبه ولا مرة بحياته غلط علي بحرف ويموت على عياله، بس هو انطوائي وتعبني، وجاء عند أهلي ووعدهم إنه يتغير، وافق إني أروح أي مكان أبغاه ويوفر لي سواق ولا يحرمني من طلعة أو جيران أو صديقات، ورجعت له وكان مبسوط والحمد لله جاب لي سواق وهو عنده أصلا سيارتين، وأحس إنه قلبه يتقطع وأنا طالعة وعيالي، ويغثني بالاتصالات وقلقان على طول، بس معليش قررت أضغط عليه لين تنفك العقدة، ودخلت عيالي روضة ورجعت لي الحياة وصرت أتفرغ له الصباح وأطلب ونطلع لوحدنا لأن دوامه مسائي. جاملني المرة الأولى والثانية وبعدها رفض يطلع معي، سويت له جو في البيت لكن ما زال هو الزوج الصامت اللي ما يعبر عن حبه، حقدت عليه وكل يوم أحس إنه ما يستاهلني، قررت أدخل نادي رياضي لياقة وتعارف وتغيير جو البيت، والحمد لله دخلت نادي وانبسطت مرة، تجاهلت مشاعري السلبية الحمد لله وأرجع البيت وأنا رايقة لأطفالي، يروح يومي بدون طفش، وتعرفت على بنات مثل العسل والمدربات فلة، وأحيانا بعد النادي أطلع كوفي، قدرت أتقبل تفاصيل يومي وتغيرت حياة الجمود بعد سنوات. في يوم دخلت معانا وحدة جديدة كانت حرمة أربعينية، وجهها سمح ومبتسمة وعاقلة وتضحك مع الكل، ومن خلال كلامها عرفت إنها أخصائية أسرية، ومشت الأيام وكانت تلفت انتباهي، أسلوبها ذوق وجذاب وعاقلة، وكل ما مرت جنبي مدحتني وتقول لي حرام جسمك يجنن لا تنحفين، كنت أقول لها أبي لياقة وأغير جو البيت، وفي وقت البريك صرت أجلس معاها كثير وهي خفيفة الدم فرفوشة، في يوم سألتني قالت في عيونك حزن وسرحانة رغم إنك تكابرين، وكأنها حطت يدها على الجرح، وفضفضت كل اللي في خاطري بأن زوجي جاف عاطفيا وعجزت أغيره، كل يوم كانت تسألني وأعلمها وتعطيني نصايح وصدق تفيد معي وتجيب هدايا لأطفالي، وتعلقت فيها مثل أختي رغم إن المدينة اللي أسكن فيها مالي فيها معارف إلا هذه الحرمة، إلا إنها كفتني وغيرت حياتي بلطافتها. مرة قلت لها ما راح أداوم في النادي، السواق سيارته خربانة، المهم قالت بمرك، قلت ما راح تعرفين بيتي، شوية تتصل تقول أنا عند الباب انزلي، انفجعت قلت كيف عرفتي بيتي؟ قالت من موقعك في خريطة السناب، استغربت مرة، والصدق كان اللي معاها يوصلنا شكله مريب شوي ومزعج، وبعد ما وصلنا سألتها أخوك ولا زوجك؟ ارتبكت وقالت أخوي. مشت الأيام ومرة تفاجأت إنه الباب يندق وزوجي موجود، فتح إلا بوكيه ورد كبير وحلاوة وبالونات كثيرة، وكان يوم ميلادي وأرسلته وكتبت تهنئة وآخرها مكتوب اللي ما حس فيك يولي وأنا صديقتك كل إحساسي لك. طبعا انبسطت مرة وزوجي زعل مرة وكبرها وفهم إنه المقصود، وعلمته إنه جاف معي وإني كيوت وأستاهل اهتمام، وطبعا قال اشتكيت لصديقتك وقاعدة تعوضك عن النقص، ورمى الهدية بكاملها وقال انسي النادي، وزعل والصدق حزنت عليه، جرحته بكلام واجد وعرفت ان سبب زعله اللي اعطاه الورد شاب سعودي وكان كاشخ مرة وسأل عني بالاسم، وقال انا احبك حتى لو ما قلت واثق فيك واعرف ما تغلطين بس اخاف عليك، وقوفوا عند باب شقتي ويدق الجرس ويسأل عنك بالاسم ما ريحني، قمت وتسامحت منه وبعدها وافق ارجع النادي، وقلت له اوعدك اخر مرة ترسل لي هدية وانا بتفاهم معاها، المهم علمتها وقالت انتي مو ملاحظة ان زوجك بالغ في الزعل على الفاضي لانه عارف انك كنز جميلة ولا تستاهلينه، ويعرف انك لو تطلقتي بتلاقين الف عريس غيره، عشان كذا هو منقص عليك مشاعر وحب عشان ما تصيرين مغرورة، واصلا ارسلت الهدية عشان يحس على دمه ويجيب لك. رجعت البيت ولقيت زوجي جايب لي طقم ذهب وورد وهدايا وينتظرني، مرة فرحت طرت من الفرحة وكلمتها وعلمتها وقالت هذا بفضل الله ثم حركة أمس بدأ يصير عنده دم ويحس فيك من اليوم وطالع أي شيء أقولك تطبقينه وبتشوفين كيف تصير حياتك، حسيت أني ملكة لأول مرة، الهدية منه لها طعم مختلف، ومن بعدها صرت أثق في صديقتي هذه مرة، وقالت لي بعد ما نطلع من النادي نروح كوفي أعرف أصحابه هادي ورايق وأضبط لك فيه حفلة صغيرة أنت وزوجك، المهم رحنا واستغربت المكان مو مزحوم بالأصح دخلنا وتقفل الباب بعدنا، طلبنا قهوة فكينا النقابات وجلسنا نسولف شوي إلا انفتحت الستارة وجاء واحد بكل برود جلس معانا وقاعد يقول أنا صاحب الكوفي لو عندكم ملاحظات، أنا من الخرعة أدور نقابي ما لقيته، تلثمت بالطرحة وبس جلست ممكن إلى 3 دقايق مفجوعة صامتة
قالت صديقتي مو عيب عليك تدخل علينا بدون استئذان، والله أبلغ فيك. وقامت تخاصم وكبة القهوة وطلعني بسرعة. وصلتني بيتي وتعذرت مني وأنا كل مالي أرجف، وعجزت أجمع شتات قلبي. الوجه مو غريب علي اللي دخل علينا الكوفي وكأني قد شفته. مرت أيام وبدأت ألاحظ بنات النادي يتجنبوني عادي ما دققت. في يوم سوت لي مفاجأة، سبقتني وأخذت عيالي من الروضة بعد ما ركبوا مع السواق، وقالت للسواق بروح عند أمهم، وجابت لهم هدايا وألعاب ودخلتهم لي من باب الشقة. أنا حسيت جلدي قشعر يوم دخلت بيتي فجأة، تعوذت من إبليس وقلت صديقتي وتمون ودلعتهم، بس خفت من حركة إنها تاخذهم من عند السواق ولا يعلمني. قلبي عورني وبس بدون أي سبب. بعدها بكم يوم وهي طالعة من النادي كنت أشتري موية، قالت فلانة ترى الأربعاء عندي شاليه، أنت أول المعازيم. قلت أوكي نتفق. طالعت فيني عاملة الكشك اللي في النادي، وسمعتها تتمتم قالت شاليه الدعارة والوساخة. قلت إيش؟ قالت ولا شي، حاسبي واطلعي لأني بسكر. مشيت من عندها ودخلت في تفكير عميق. عاد كلمت صديقتي وقلت اعتذر منك الثلاثاء ماني مداوم النادي، بروح مشغل عشان اسوي نيو لوك لعزيمتك في الشاليه. مره انبسطت وجلست كل يوم الثلاثاء وليله واصلي وادعي. والله ماني عارفه ايش سبب خوفي وانهياري، ما في اي شيء يستوجب الخوف، بس ربي من فوق قاعد ينبهني على شيء في حياتي قاعد يصير. جمعت الشاليه كانت فطور ذاك اليوم، غيبت عيالي عن الروضه. حضور الشاليه الساعة 8:30، أنا من الساعة 6 واقفة عند الشاليه مع السواق، بس بعيد شوي ورا الشاليه. المشكلة الشاليه وسط مكان عام مو في منطقة نائية، كل شوي يوقف سيارة وينزل منها رجال ويدخلون الشاليه. ماني قادر أصدق عيوني، على الساعة 8 تماما شفت سيارتها وقفت ونزلت هي، والشخص اللي شفته دخل علينا في الكوفي هو نفسه اللي جاب الورد، هو نفسه اللي وصلني بيتي. حسيت اني غبت عن الوعي لحظات وانا قاعدة اربط الخيوط ببعض. شوي دق جوالي، قالت انا والبنات تجمعنا وينك؟ قلت دقايق واوصل، وكأني ما سلمت واطلع على بيتي. دخلت على بيتي وزوجي نايم وعيالي في حضنه، واروح مجلس الرجال واحط مخدة في فمي وابكي وابكي وادعي الله اني كشفتها. كانت ماخذتني طعم الخبيثة لجل مكسب مادي. جوالي احترق من كثر اتصالاتها، ورديت عليها وتصيح فيني تقول تعالي ايش فيك فشلتيني، الكل وصل. انفجرت فيها وعلمتها اني كشفتها وقفلت في وجهها، وارسلت لها صور الشاليه وهم يدخلون الرجال، وارسلت بكل برود ضحك قالت انا برسل لك صور حتى لو المعازيم رجال تجين الان. شوي جوالي طنطن رسائل صور، صوري وانا اسوي رياضة في النادي بوضعيات شينة، مصورة مناطق من جسمي أثناء التمرين، وجهي وملامحي، ولاقطة صور وأنا في الكوفي يوم دخل علينا الرجال اللي بيشوفها بيحسب إني مواعدته، ولاقطة صور لعيالي وهي مطلعتهم من الروضة وجالسين في حضن نفس الرجال ويضحك، وقالت أخذت من أثرك وأثر أطفالك، لو ما تجين والله لدمر حياتك. يا الله يا الله ارحمني، أنا في حياتي ما تخيلت خبث كذا، أنا كنت أحسب هذا الشي في الأفلام وبس. أنا في مدينة ما فيها لي أصحاب ولا معارف، دقيت على مديرة النادي علمتها، قالت الصدق أنا كنت أسمع كلام بين البنات إن هذه الحرمة راعية شي قذر، بس صعب أحاسبها أو أتهمها، واعذريني لو قلت لك الكل كان يظنك شريكة معاها. من الخوف والرعب استسلمت لها وقلت زوجي لا يدري، الآن تو صاحي ما أقدر أجي، عادي بكرة. قالت ترى أنا ما تعبت أستدرجك 6 أشهر أنت وكم واحدة معاك وبعدين تفشلين خطتي. زين في واحدة دخلت ولا كان فضحتك اليوم؟ بكرة تجين في نفس التوقيت الشاليه، والله لو جت 8 وانتي مو في الصور راح تروح على جوال زوجك، وتوقع عيالك ينخطفون في اي وقت. اعرف بيتك وعندي نسخة من مفتاحك، تعالي باحترام واوعدك 3 ساعات وترجعين بيتك، ولا من شاف ولا من درى. قفلت منه وكان لسه ما اذن الظهر، رحت توضيت وصليت ودعيت الله في الم وكرب وحزن ما تخيلت اني اعيشه. خلصت صلاة وأرفع راسي إلا زوجي واقف قال إيش فيك؟ قلت ولا شيء. قال ماني غبي أفهمك، أنت تعبانة مرة ماني طالع لين تتكلمين، أنت حولك خطر. قمت أصيح بأعلى صوتي وفتحت جوالي وعلمته بكل شيء ووريته الصور، وهو في صدمة وجهه صار أسود من الخرعة ولا قال ولا حرف. وسبحان الله بمجرد ما علمته ارتحت بشكل عجيب، ما فرقت معي حتى لو طلقني، الفضيحة اللي أخاف منها هو إنه يعرف الآن أنا علمته واللي يصير يصير. قام يبكي وضربني وقال يا ما نصحتك منها، يا ما حذرتك، وأطلع أنا المعقد المجنون الانطوائي، أنا المريض اللي حرمتك الحياة. وجلس لوحده وكان طوال الوقت يقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
أنا رحت حطيت عيالي على صدري وكأني طايرة فوق السحاب، ماني خايفة، أهم شي عندي عارف إني بريئة. ناداني بعد ساعة وقال الآن نبغى نتخلص من هذه المصيبة، وبعدها عهد علي ما تجلسين في بيتي يوم. المهم كلم أحد من أصحابه ودله على رقم ابتزاز، طبعا ما قال له إن الموضوع يخصنا، واتفقنا مع جهة مسؤولة عن الموضوع، وكلمت صديقتي وسجلت المكالمة وأنا أبين لها إني مقتنعة وأسألها عن عدد الأشخاص وتفاصيل حفلاتهم المختلطة، وكانت فرحانة تحس بأنها سيطرت علي، لأن كثير بنات يرضخون لها للأسف. جاء اليوم الثاني وكل شيء تصور، وتم مداهمة الشاليه ومعاهم أمر تفتيش وقبض، ومسكوهم كلهم، وكانوا كلهم واثقين إن خطتهم نجحت. والمصيبة طلعوا خلية متكاملة من حريم كبار ورجال يستدرجون البنات ويبتزونهم، وتم مصادرة أجهزتهم وكل الصور اللي فيها، وهذا لطف من الله بي ورحمة وفضل ما أنساها ما حييت. وهذه القصة كانت سر في حياتي، لا أنا ولا زوجي أفشيناها، ولكن والله العظيم إنها رجعت هذه الأيام بكثرة. أنا حبيت أنبهكم، مو لازم تتعرفين على كل الجيران ولا كل من دخلت مستشفى ولا نادي أخذتي رقمه وسويتي علاقة مع الكل. عشان كده نزلت قصتي في حساب جمانة، مو كل إنسانة تعطينها أسرارك مهما كان عندك معاناة، مو كل إنسانة تطلعين معاها كوفيهات ولا أي وحدة تدخل بيتك وتعرف موقعه. حسبي الله ونعم الوكيل، الموضوع هذا صار له أكثر من 3 سنوات وأنا كل ليلة أبكي وأتوجع كل ما ذكرته. أما زوجي اللي كنت زعلانة ومجروحة عشانه لأنه مو رومانسي، عرفت معنى الحب الحقيقي يوم تورطت، وقف معي ووثق فيني رغم غلطي، ولا صدق فيني رغم أن الصور أمام عينه، وكان سند لي بعد الله، وطوال الوقت كان يشد على يدي ويقول لا عاد تبكين وأنا فيه، يقول لا أشوف دمعتك، والله ما حد يلمس منك شعره. الحمد لله، صح أنه هجرني بعد هذا الموضوع ممكن أسبوعين وأكثر ويصد عني ويرفض الكلام معي، لكنه سامحني وقال هذا سر بيني وبينك، وطلب نقل من عمله وانتقلنا إلى مدينة فيها أهله، وسكنت عندهم في العمارة وغيرت رقم جوالي، والحمد لله صرت ما أشوف مثل زوجي أحد بالدنيا. نصيحتي لكل البنات، كفاية تفسدين حياتك عشان ما قال لك كلمة حلوة أو ما سوالك مثل زوج فلانة. وبعد ما مريت في هذه التجربة تغيرت، وزوجي تغير للأحسن وطلع إنسان كله مشاعر، بس أنا كنت مقفل عيوني وأنظر في أخواتي وصديقاتي وأقارن زوجي فيهم، وانتهت قصتي الله ينفع بها.